الفيصلي في مباراة يتطلع فيها الفريقين لخطف ثلاث نقاط جدا مهمة. العدالة ثلاث نقاط يبحث فيها طبعا عن التقدم نحو فرق الوسط على أقل الأحوال. الفيصلي يبحث عن ثلاث نقاط للمحافظة على صدارته. طبيعي الفيصلي المتصدر لدوري الدرجة الأولى السعودي حتى قبل أن يكمل مرحلة طبعا الجولة 13 وما زال يتربع على عرش سلم الترتيب في دوري الدرجة الأولى. الأمور طبعا دخل إلى أرض الملعب طاقم التحكيم مع لاعبي الفريقين. الأمور انطلقت بصافرة لحكم المباراة الأستاذ صالح العقيل. كل الأمنيات الصادقة لحكم المباراة الأستاذ صالح العقيل برفقة زملائه عبد الوهاب الزهراني كمساعد أول وعبد الله عسيري كمساعد ثاني وأيضا الحكم الرابع شكري الحنفوش ويقيمها طبعا الأستاذ محمد المرزوق الدولي السابق إداريا الأستاذ نايف البخيت. الأمور انطلقت بصافرة لحكم المباراة صالح العقيل. ما لحقنا على التشكيل عموما نتمنى نستمتع إن شاء الله سويا بمباراة ممتعة يقدم من خلالها الطرفين كرة قدم حقيقية، كرة قدم يستمتع فيها جميع من يحضرها خلف الشاشات معنا إن شاء الله. دوري الدرجة الأولى السعودي مع الجولة 13 أو مع ختام الجولة 13 الأمور بدأت الحقيقة تأخذ منعطف حرج مع اقترابنا إن شاء الله من نهاية الدور الأول. عموما خطأ للفيصلي، لعبة أمامية طويلة فيها متابعة راحت إلى خارج أرض الملعب. تشكيل الفريقين في هذا المساء الفيصلي تشكيل تعويضه العامري أحمد دلح عقيل بالغيت عبد الله دوش إبراهيم المدخلي عمر عبد العزيز وصل الذويبي ناصر شراحيلي عمر كسار عبد العزيز فلاته صابر حسين المدرب هو الوادي الهادي الوالي. في الجانب الآخر العدالة صاحب الدار صاحب الأرض صاحب الجمهور وإن كان الجمهور لسه الحقيقة ما اشتعل هنا في مدرجات مدينة الأمير عبد الله بن جلوي. عموما العدالة تشكيلته حيدر العباد أمين البحراني حسن الصندل عبد الله العبد الله خالد الدوسري محمد مزاعل ياسر الخميس محمد دوسري علي العباد حسين المقهوي ويسري الباشا. المدرب الرجل الذي صال وجال في أكثر من خمسة أندية حاضرة في دوري الدرجة الأولى هو المدرب الكابتن سهير اللواتي تونسي. توفيق إذن للفريقين، توفيق للمدربين بتقديم إن شاء الله مباراة مميزة، مباراة حلوة نستمتع فيها. كرة أمامية صابر حسين في عرضية جديدة خطرة داخل 18 لكن فيها بطء وتتخلص. عقيل زي ما ذكرت الفيصلي العدالة طبعا الضيف الجديد على دوري الدرجة الأولى في أول طلة له في أول موسم مع دوري الدرجة الأولى قدم الحقيقة مستويات لا بأس فيها في جل المباريات اللي لعبها وإن كانت هنالك أمور تحدث عليها المدرب مع الإدارة قبل المباراة راح أتطرق إن شاء الله لها أمور كثيرة. يبقى من أبرزها الدعم المادي اللي تحدث عليه كثير مدرب الفريق مدرب العدالة. قال رغم الإمكانيات الضعيفة إلا أن العدالة قاعد يقدم مستوى لا بأس فيه. خطأ للعدالة في مكان أكثر من رائع. عويض العامري قلق بشأن هذه الكرة وقاعد يوجه خطأ في مكان رائع. كرة ملعوبة لفه والله يا العارضة
اول كورة عليها العين راحت يبدو لي بقبضة العامري تحولت الى ركلة زاوية. لفة جميلة ولكن العارضة هي ما تكفلت. ركلة زاوية، ضغط للعدالة، عرضية ملعوبة بالراس، هي خطرة ملعوبة بالراس، ايضا وصل السهلة. يا الله على اللقطة هذه، يا الله على اللقطة الماضية. كرة الحقيقة للعدالة، كم ممكن العدالة يبدأ الامور بهذا الشبك، ولكن الكرتين واحدة في العرض والثانية في احضان العامري. شوف الراسية سهلة جت. عموما من جديد للعدالة على الجانب الايسر، فيها محاولة للمرور، طالت من امام علي العباد، عمر عبد العزيز، رجعت لمزاعل يلعب له واحدة امامية. العدالة افضل بكل امانة من خلال اللحظات الماضية، والفيصلي يمكن يحتاج لفترة او للحظات لدخول جو المباراة. الفيصل الحقيقة قاعد يقدم مستوى مميز في هذا الموسم، عنده نية للصعود لدوري الاضواء من جديد، اللي يتجرع ويتذوق حلاوة دوري الاضواء. بصراحة في كل سنة يكون موجود في دوري الدرجة الاولى يعاني كثيرا، لان ذاق الحلاوة اللي موجودة والنكهة الكبيرة اللي تتميز بها طبعا دوري المحترفين السعودي. ما ودك تترك هالدوري. سلامات للاعب العدالة عبد الله العبدالله. رمية جانبية، رمية جانبية ملعوبة، انقطعت، رجعت لخط منتصف العدالة، أمامية فيها بحث عن التسديد، هي كذلك لكن بعيدة جدا. التسديدة كانت يبدو لي من المدخل أو أحمد دلح، هذا اللاعب اللي أصيب في اللقطة وصدام مع زميلة، احتكاك مع زميلة، وهذه اللقطة اللي كانت هي الأخطر، هي الأجمل، هي الأحلى. بيني وبينكم أظهر لي العامري ما كان له أي دخل الحقيقة. هذا هو المدير الفني للعدالة، المدرب اللي زي ما ذكرت درب أكثر من 5 إلى 6 أندية في الملاعب السعودية، منها الفيصلي، إذن هو يعرف هذا النادي تماما. ضغط على حامل الكرة تروح إلى خارج الملعب، هذا الهادي الوالي. خلفية عقيل بالغيث يلعبها طويلة، وصلت بالراس إلى لاوت، رمية جانبية. طبعا العدالة يدخل هذا اللقاء وهو يحتل المركز العاشر بعد أن لعب 12 مباراة، حقق من خلالها 3 انتصارات، خسر 5 خسائر، 4 تعادلات، له 15 هدف، عليه 17 هدف، نقاط 14 نقطة، كنا يحتل المركز العاشر هذا العدالة. لكن الفيصلي هو المتصدر، هو المتقدم، هو اللي قاعد يغرد خارج السرب. على فكرة الفيصلي حتى عنده مباراة مؤجلة ومع ذلك يتصدر سلم الترتيب في دوري الدرجة الأولى بعد أن لعب طبعا 12 مباراة أو عفوا 11 مباراة، فاز في 7 مباريات، تعادل 4، لم يخسر إطلاقا الفيصلي، عنده طبعا 4 تعادلات، 18 هدف، عليه 4 أهداف، دفاعه يعتبر من أميز دفاعات دوري الدرجة الأولى، ايضا نقاطه 25، قلنا لديه لقاء مؤجل امام ضمك. كره في اليمين، الدلح احمد في انطلاقه، مرور في الناحيه اليمنى، تصل على الطرف الايمن، تمريره من الكسار، الدلح فيها عرضيه مرت لكنها فيها متابعه اليساريه، سهله 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 يا شراحيلي،
سهلة تسديد ناصر شراحيلي في احضان حارس المرمى حيدر العباد. كرة كانت مقشرة لكن التسديدة لم يتعامل معها شراحيلي بالشكل المنتظر. 0-0. كرة ملعوبة بينية لكنها اقرب لحارس المرمى. حقيقة في شيء ملفت للأنظار. ساعة الملعب الإلكترونية في دوري زين تكون حاضرة، في دوري الدرجة الأولى سؤال ليش ما بحاضرة؟ يعني في مباريات الفتح في دوري زين تكون حاضرة ونتابعها، لكن اليوم للأسف ساعة واقفة غير شغالة إطلاقا. عقيل راح نعتمد على ساعتنا. عقيل يلعب كرة أمامية بالرأس صابر حسين، راحت إلى لاوت رمية جانبية للعدالة. رمية جانبية للعدالة أمين البحراني. أمين على الجانب الأيمن في نقلة طويلة ساقطة داخل 18. عقيل رجعت للعدالة على الجانب الأيمن. ناخذ لقطة كذا على الساعة الإلكترونية للملعب. هذه هي هذا هو المنظر في دوري زين خير شكله. على الجانب الأيمن اقرب لعقيل تركها لحارس المرمى عويضة العامري. هذه اللقطة الماضية اللي كان فيها محاولة من مهاجم العدالة لم تكتمل. عموما راحت وصلت في الجانب الايسر. ادخلي ارسالية طويلة امامية بالراس فلاتة رجعت شراحيلي صانع الالعاب لصابر حسين هداف الفريق للفلات عبد العزيز. عليه ضغط وعليه تغطيه ومقطوعه وصلت اماميه. عقيل براسه من جديد يخلصها لكنها راحت الى لاوت رميه جانبيه. رميه جانبيه اذن للعداله. رمية جانبية ملعوبة رجعت على الطرف الأيمن فيها مرور يعدي توخر. هذه عرضية راحت إلى ركلة زاوية. لا العدالة عند نية، العدالة عند نية للتقدم. هذا يسري الباشا، والله ذكريات يا يسري الباشا. هي بدايته من هالنادي من العدالة، راح للاتفاق ثم للخليج، وأيضا مثل طبعا منتخبنا في فترة من الفترات في كأس الخليج اللي بتخني ذاكرة. كسار عمر كسار يحاول يعدي عليه ضغط لكنه ما زال يمتلكها يلعبها في المنتصف. عمر عبد العزيز إرسالية رجعت من البحراني في المنتصف للعدالة. ياسر الخميس يلعب له كرة أمامية في اتجاه يسري للخميس من جديد. عرضية جميلة تتهيأ على الكوس واحدة تسديدة والله برافو. حلوة يا الدوسري بيمينه، ما خاف ما تردد ما غير راية. لكن العامري عويضة والله أيضا برافو يا عويضة. شوف واحدة باليمين رايحة كانت لكن عويضة بعدها إلى ركلة الزاوية. اللعبة عرضية عويضة من جديد على دفعتين يحصلها. خطأ لدفاعات العدالة. صفر صفر في أحداث الشوط الأول.
ما زلنا ننتظر أول هزات الشباك، وإن كان العدالة غازل كثير مرمى الفيصلي وتحديدا حارس مرمى عويضة العامري. على فكرة الصفقات الأخيرة اللي أجراها الفيصلي طبعا باستقطاب حارس المرمى القدساوي هاني العويض والمهاجم أو لاعبين من نادي الاتفاق الحريري، وبالإضافة الحريري غير موجود طبعا على التشكيلة، راح يكون موجود في المباراة القادمة لكن موجود في التشكيلة على دكة الاحتياط طبعا ماجد العبد الواحد. هذه حلوة منك، حلوة منك يا حكم، حلوة منك. خطأ للفيصلي، هذه التسديدة اللي كانت بقدم الدوسري، خطأ خلف الكرة، وصل ذويبي، وصل ذويبي في تنفيذ كرة ثابتة يلعبها أمامية بالكعب تتخلص ترجع في منتصف ملعب العدالة. شرحيلي يمر في المرة الأولى يلعبها في اليمين، حلوة لوصل، وصل في إرسالية أمامية داخل الـ 18، هذه خطرة. مبدأ الأمان ما في أحسن منها، مبدأ الأمان إلى خارج أرض ملعب ركلة زاوية، إذا ركلة زاوية للفيصلي. ركلة زاوية للفيصلي، تلعب عرضية على الكامل الأول، مرت من أمام الكل في ظل عدم المتابعة، راحت على الجانب الأيمن، مرتدة ممكن تكون للخميس، لا قطعت رجعت مدخلي قصيرة لمنتصف الميدان، تمريرة إلى المقاوي، وصلت في الجانب الأيسر، صندل تمريرته حلوة للأمام في المنتصف المقاهوي صانع الألعاب واسم من الأسماء اللي ينتظر منها جمهور العدالة الكثير الحقيقة. رمية جانبية الدوسري ملعوبة، تصل من جديد الدوسري مرة أخرى، وانتو مقطوع الذويبي إلى الأمام، راحت على عبد العزيز فلاتة للناحية اليسرى، الوانتو الدوسري عديها نفسه، الدوسري قصيرة لكن في خطأ، قصيرة لكن في خطأ بجوار حكم المباراة الأستاذ صالح العقيل. سلامات لعقيل بالغيث، هذه اللقطة واضحة، خطأ على ناصر شرحيلي. طبعا الجولة 13 انطلقت مساء البارحة، نتائجها الشعلة الطائي 2-1 للطائي، الوطني وأبها 2-0 لأبها، ضمك أحد 3-0 لأحد، حطين هجر 3-2 لحطين، الرياض التعاون 1-0 للتعاون، الأنصار الخليج 2-0 للأنصار. الليلة آخر مواجهة في الجولة 13 دوري الدرجة الأولى السعودي، صعب صعب تتوقع، صعب تتكهن مين راح يفوز، يعني الأمور صعبة تتهيأ. المقهوي في تسديدة اصطدمت وخفت من قوتها ورجعت المقهوي من جديد، منقولة في المنتصف، إرسالية بعيدة جدا إلى خارج أرض ملعب ركلة مرمى، كان يتابعها اللاعب علي العباد لكنها راحت إلى ركلة مرمى. كنا نتحدث على طبعا أمور دوري الدرجة الأولى، يعني مثال بسيط، البارح أحد صاحب المركز الأخير قسى بقوة على ضمك كان موجود في طبعا في المركز الخامس، شوف المركز الأخير مع المركز الخامس قبل لقاءات البارحة، وثلاثة صفر، والمباراة أيضا كانت على ملعب ضمك، يعني هذا هو حال دوري الدرجة الأولى، هذا هو حال دوري الدرجة الأولى، أسبوع تجد فريق متميز، أسبوع الآخر تلقاه خسران. هذه كرة أمامية للعدالة، تمريرة وصلت في اليمين للمقهوي،
قهوي على الطرف الايمن يبحث عن مرور استخلاص ركلة زاوية. قلت ان العدالة طبعا هذه اول مشاركة له في دوري درجة الاولى. اول مشاركة في دوري الدرجة الاولى ومعها الى الان يحتل المركز العاشر. ركلة زاوية على العباد في عرضية ملعوبة بالراس على القوس رجعت تتهيأ مقطوعة من جديد الباشا يسري مقطوعة كرته لكن يسردها يسري عليه ضغط قطعت مرتدة للفيصلي دلح أحمد كرة أمامية صندل إرسالية هي الأخرى مقطوعة من عبدالله دوشلي شرحيلي في اليمين يعني الفريق الوحيد اللي لم يتذوق طعم الخسارة إلى الآن فيصلي يمشي ويسير بخطة ثابتة إلى الآن لم يتجرع طعم الخسارة. هل يفعلها العدالة الليلة ولا يواصل الفيصلي مسلسل خطواته نحو دوري الأضواء؟ ثلاثة وانتو أمامية تمريرة يا الله لو تركها صابر حسين كان ممكن تكون أخطر. كان الفلاتة رايح في انفراد لكن عموما قطعت الدوسري خالد لمحمد الدوسري إلى خالد إلى المنتصف علي العباد علي في تمريرة باشا يسري في نقلة رائعة العرضية منتظرة لكنها أقرب لعويضة العامري صفر صفر لا زالت نتيجة أسوأ نتائج كرة القدم تبقى هي صفر صفر تعادل سلبي دائما هي أسوأ نتائج كرة القدم إذا ما أردت المتعة يا كابتن زهير يجب أن تكون الأهداف حاضرة متى ما كانت الأهداف حاضرة متعتها تكتمل. في الجانب الآخر الهادي الوالي على فكرة مدربين الاثنين واقفين واحد على يميني واحد على يساري والكل يوجه الجولة 13 طبعا دوري الدرجة الأولى موجود فيه 14 فريق يعني خلاص الدور الأول ودع راح نبدأ في مرحلة الدور الثاني والدور الثاني عاد أمور أخرى لكن لا تتوقع أن الدوري يحسم من هالأوقات لا إذا مو في الجولة الأخيرة قد يكون في آخر دقائقها حتى يعني الموسم ما قبل الماضي الكل يتذكر ياهو موسم ما ينتسي من الذاكرة إلى آخر الدقائق وفي ثمان ملاعب أو ستة ملاعب كانت المتعة حاضرة في طبعا عملية التأهل وعملية الهبوط يعني كان موسم أكثر من رائع. ننتظر أيضا هذا الموسم يكون على شكل ذلك الموسم. دوش عبدالله تمريرة خميس يعني بدت المباراة قوية كانت الحقيقة من جانب العدالة حضر في أكثر من هجمة لكن لم ينهيها بشكل منتظر رجعت لمرحلة الهدوء والفيصل في رحلة بناء هجمة وعرضية ساقطة صابر حسين ما تمكن منها قطعت ووصلت على الجانب الأيمن إرسالية ليسري لمسة خاطئة أقرب لدوش عبدالله دوش عنده جول في مواجهة أمام في طبعا في المرحلة ما قبل السابقة أمام هجر كرة ملعوبة يسري الباشا قصيرة دلح قاطعها إلى الفلاتة إرسالية أمامية في الجانب الأيمن انطلاقة كسار عمر
عليه ضغط تغطية لكن يتابعها صندل حسن. صندل كرات مقولة في منطقة خطرة لكن فيها خطأ فيها خطأ. هذه عادة للكرة السابقة. هذا هو نجم العدالة يسري الباشا. لقطات يختارها لنا كان فيها لمسة يد لكن لم يتنبأ لها. في بطاقة صفراء الآن لصابر حسين بالمجان الحقيقة. هذه اللي يطلق عليها بطاقة صفراء بالمجان. عموما كرة لعبت طويلة مرت أقرب لعويضة العامري. هدوء واضح الآن في جو المباراة. هدوء واضح في أجواء المباراة. كرة براس لعبت على المنتصف الوانتو ملعوبة أمامية الخبيث ممكن يصنع خطورة للعباد علي علي العباد على الجانب الأيسر. العرضية سهلة لكنها راحت إلى ركلة زاوية ركلة زاوية. هذه البطاقة الصفراء نظير طبعا محاولة عرقلة اللعب. ركلة الزاوية العباد يلعبها على القائم الأول تبعد تبعد إلى ركلة الزاوية مرة أخرى. متابعة دفاعية من دفاعات الفيصلي. تحتاج المباراة إلى هزة شبك تحتاج المباراة إلى من يحركها إلى من يشعل فتيلها مثل هالولد يسري الباشا وهداف. إذا ركلة الزاوية سهلة من جديد وتتخلص مرة أخرى إلى ركلة الزاوية. أيضا إصرار علي العباد على تنفيذها. قصيرة المرة للمقهوي عباد من جديد بعيدة 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 تماما. وصلت لعبد الله دوش تابعها إلى خارج أرض الملعب. ركلة مرمى ركلة مرمى إذا للفيصلي. واضح طبعا الراية راية الزاوية. عموما المباراة أعتقد أنها لن تكتمل إلا إذا حضرت راية جديدة. واضح اللقطة كسرت. إذن راح يوقف العقيل أمور المباراة. إشارة كانت من العامل يقول ما في غيرها. الحكم الرابع يستفسر عن إذا ما كان موجود. لا فيه أكيد أنه موجود البديلة موجودة. شوف اللقطة واضحة يعني هذا الحكم الرابع الأستاذ شكري الحنفوش يحاول البحث عن راية بديلة. فنيا لن تستكمل. يبدو شو 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 اوه تابع معايا. لا فعلا الهندي العامل كلامه شايفها 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 شايفها. الرايه واضحه في اللقطه. هي اصلا من الاساس غير موضوعه بالشكل المنتظر. لقطة حوار بين طبعا إداري المباراة والعامل. هذه هي شوف الراية شكلها غريب صراحة منظرها غريب منظرها في فرق بينه وبين الراية اللي موجودة.
في فرق بينها وبين الراية اللي موجودة. إذن راح حكم المباراة هو أدرى، هو صاحب القرار الأول والأخير. محاولة لاستخدام العصا هنا بديلة طبعا للراية. شوف راية يعني بصراحة علامة استفهام، بصراحة يعني علامة استفهام واستفهام كبيرة بعد. منشأة ومدينة رياضية متكاملة في كل شيء، ولكن هذا المنظر لا يقبل إطلاقا كل أمانة. يعني عموما في انتظار عودة الأمور، حتستقر العصا ولا ما حتستقر يا حكم؟ حكم المباراة يحاول على وعسى. في معاناة الحقيقة، معاناة ما يحدث بالفعل معاناة. إذن اثبتت هزة يجرب على المساعد. عودة إذن إلى الجو المباراة، توقفت طبعا احداث الشوط الاول، طبعا اعتقد انها ما يقارب الخمس دقائق هي مقدره. عموما في ساعه الاستاذ صالح العقيل، كره اماميه يسري الباشا، كره اماميه عقيل قطعها الى دوش، راحت الى الاوت رميه جانبيه. رمية جانبية مميز الحقيقة في نقطة ودي الحقيقة تحدث عنها، جمهور العدالة الحقيقة عاجبني. يعني فريق رغم أنه لأول موسم له في دوري الدرجة الأولى، لكن والله حالة أفضل من أندية كثيرة موجودة لها. هذا هو المنظر أفضل من أندية كثيرة موجودة في دوري الدرجة الأولى من سنين ما يحضر لها الجمهور. فهي لمسة وفاء من أهالي الأحساء، هذه المنطقة، هذه المدينة الجميلة جدا. كرة في اليسار على الناحية اليسرى رجعت للذويبي، وصل في تمريرة خميس، ناصر يمرر وانتو أمامية لكنها بعيدة، أقرب لدفاعات العدالة وعدم الاستجابة في اللقطة الماضية مع الحارس العباد حيدر، لكن راحت بعيدة إلى الأوت رمية جانبية. رمية جانبية لعبت، وصل إلى الخلف، لا زالت الأمور 0-0، ما فيها جديد إلى الآن المباراة. يعني ذكرت أنا أنها بدت بقوة خصوصا من جانب فريق العدالة في أكثر من كرة، تبقى الكرة الأخطر كرة العارضة، لكن الحقيقة هدأت الأمور كثير في منتصف الشوط الأول. كرة عرضية خطرة، والله يا الفلات، والله مالك حق، والله مالك أي حق. شوف هدية شتنتظر أحسن من هالكرة؟ شتنتظر أحسن من هاللمحة؟ ما راح تحصل واحدة مثلها أبدا، ما راح تتكرر هاللقطة، ويمكن تدفع ثمن غالي، فاتورتها غالية. يا هي لقطة عرضية من الدلح، عرضية بالفعل في مكانها
لكن الفلاتة تعامل أبدا ما كان المنتظر، تتواصل معها سلسلة ضياع الهجمات. تمريرة أمامية للفيصلي، بدأ يدخل جو المباراة عباد. العباد أقرب، حيدر سامعين هزيج المدرج لمدرج العدالة اللي ما زال يؤازر. كرة في اليمين وصلت لعمر عبد العزيز، عمر عبد العزيز يعلق عليها، حصلها عمر يلعبها مدخلي، طالت من امامها الى الاوت، راحت رميه جانبيه للفيصلي. هذا هو ياسر الخميس، وقف اللعب من جديد طبعا لاستكمال عمليه ايقاف الرايه. هذه هي، هذا حل مؤقت، حل مؤقت، لكن لا زالت الربطة موجودة. راحت يعني. عموما أمامية صندل يلعب له كرة في المنتصف، طويلة وصلت للقهوي، خلص في المنتصف ذويبي. الأمور تحتاج إلى جول، تحتاج إلى هزة شبك، تحتاج إلى من يحركها. العباد في عرضية مرت، تمر من أمام الكل إلى خارج أرض الملعب، ركلة مرمى. خذ لك بطاقة صفراء يا وصل يا ذويبي، كان فيها شد لعملية طبعا، شد للفانيلا، حكم براءة مبدأ تحت الفرصة، ومن ثم عاد وأعطى البطاقة. واضحة كانت اللقطة، العقيل قراره في محل، كان في محاولة لمسك فانيلة اللاعب العدالة من وصل ذويبي، خطأ للفيصلي. هذه اللقطة اللي شوف لقطة واضحة. شكرا مخرجنا، حقيقة الليلة إخراج رائع في اصطياد كل اللقطات، رغم أن المباراة فقيرة في أهدافها لكنها غنية في بعض الأحداث الجانبية. تبقى الراية هي من أبرز أحداثها في الشوط الأول. كرة أمامية سلية، يسري باشا إلى المكهوي، حسين خلص كورته. العدالة من الأسماء اللي أنجبها حكم شوف هذه اللقطة، برافو. إذن هذه اللقطة واضحة، والبطاقة الصفراء، قيادة رائعة من العقيل للبطاقة الصفراء هنا لوصل. قلت طبعا من أبرز الأسماء اللي خرجت من نادي العدالة حكم معروف تماما هو الأستاذ عبد الرزاق المقاوي، الحكم اللي تعرض لإصابة في أكثر من مرة، هو الحقيقة من مدرسة العدالة. أحمد المبارك اللاعب الموجود في نادي النصر حاليا هو من العدالة. هذه لقطة جانبية غير مقصودة، كرة أمامية العدالة في تمريرة، عقيل يخلص، رجعت من جديد وصلت للمقهوي، حسين نقلة إلى الأمام، لكنها فيها قرار، فيها خطأ في مكان جدا خطير. برافو والله للمساعد الثاني، لأنه هو من احتسب الخطأ، باحتساب الخطأ أستاذ عبد الله عسيري. شوف هذه هي اللقطة. شوف الإشارة، تغيب عين والعين الثانية ما تغيب، تواصل بين الحكام. هنا خطأ للعدالة في مكان، والله يا عمري بيني وبينك يخوف يعني. هالمكان يفترض أن تكون الكرة في الشباك، أي مكان آخر أمر غير مقبول إطلاقا. مين راح ينفذ؟
من راح ينفذ؟ علي العباد ولا ياسر؟ علي العباد أرضية. والله يا حظك يا حظك يا حظك يا عويضة يا عامري. أوه. القائم رفض أن يتعاطف مع أصحابه، رفض أن يتعاطف مع أصحابه، وتعاطف كثير في اللقطة الماضية الحقيقة مع عويضة العامري. أنا أقولها بصريح العبارة، يا حظك يا حظك يا عامري. راح نشوفها بالإعادة، راح نشوفها بالإعادة. لقطة الحقيقة تسددت ساحب أرضية، لكن القائم حرم العدالة من هدف مستحق. العدالة وصل، شوف هذه هي الإعادة. علي العباد، والله ساحفة أرضية، يا الله يا الله على القائم. هذه إعادة للخطأ، خطأ للفيصلي، خطأ للفيصلي. كرة منقولة ساقطة، صابر بالراس خلفية، لكنها مرت عبرت إلى خارج أرض ملعب ركلة مرمى. هذه عادة للرأسية اللي مرت من الفلاتة إلى خارج أرض ملعب ركلة مرمى. لعبة ركلة المرمى، كسار لصابر، صابر براسه هي رجعت لشرحيلي. ناصر، ناصر اختفى، اختفت واختفى كثيرا فريق الفيصلي في هذا المساء، لأنه هو من يصنع الألعاب الجميلة، هو اللي يصنع الألعاب. نبقاه وحسين يلعب كرة أمامية، شرحيلي استلام، مررها بالراس، دلح تمريرته أمامية إلى الأوت، تبعد رمية جانبية للفيصلي. خلص، كانت لقطة من المدافع الواضح معاك في الشاشة كان خالد الدوسري. رمية جانبية لعبت بالكعب، جميلة جدا فلات عبد العزيز. عبد العزيز حاول تأخر، يتباطأ، لكنه يلعب له واحدة بعيدة 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 إلى خارج أرض ملعب ركلة مرمى. كان بالإمكان أفضل مما كان بكل أمانة. عموما هذا هو الشرحيل اللي كنت أتكلم عليه، غاب وغاب فريق هجوم الفيصل كثير. ركلة مرمى 0-0، لا زال التعادل السلبي هو العنوان الأبرز لأحداث الشوط الأول، مع وجود أكثر من كرة للعدالة، واحدة في القائم واحدة في العارضة واللي مرت. هذه عرضية خروج لحيدر العباد والتقاط بشكل حلو، لعبة سريعة، يعني العدالة وصل لكن ما أنهى ما أنهى. وفلسفة كرة القدم الحديثة تعترف بمن يهز الشباك، كونك توصل، كونك توصل. أوه أوه، كرة ملعوبة، شرحيلي في بينية، هذه هي كرته، هذه هي لمحاته. كسر يتباطأ ويتأخر، راح نشوف اللقطة السابقة، راح نشوف الكرة السابقة اللي كان فيها عليها جدل. كرة في اليمين، عرضية مقطوعة، شرحيلي يمرر للفلاتة، عبد العزيز في اتجاه شرحيلي بعيد عليه، فيها تغطية والخطأ موجود. راح نشوف كرة وصل ذويبي، كان معها حقيقة اعتراضات كبيرة في الجهاز الفني والإداري للعدالة. كرة أمامية بالرأس، خلص، وصلت عمر عبد العزيز في اليمين لوصل ذويبي. وصل قائد الفيصلي يلعبها، يرسلها في اليسار، مدخلي ابراهيم، ابراهيم على الطرف الايسر في عرضيه ساقطه، سهله سهله بحضن حيدر العباد. اماميه يسري الباشا، خطا 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 للعداله. خطا اذا لفريق العداله، هذه الكرة اللي فيها خطأ، هذه أوه والله واضحة، ما تحتاج مع أن حكم المباراة كان قريب، لكن عموما لا نغفل أن حكم المباراة قاعد يقدم مباراة حقيقة حلوة، قاعد يقدم مباراة حلوة، يعني الخطأ وارد. هذه هي اللقطة،
مين ما شافها؟ سؤال مين ما شافها؟ هذه ايضا لقطة يد هنا. عموما شرحي لي مقطوعة كرة الدوسري، متى الجول راح يجي؟ متى الجول اللي نبحث عنه راح يكون حاضر؟ صراحة الامور تحتاج لهزة الشبك، تحتاج واحدة امامية الدوسري دلع قراءة سليمة وتخليص ولعبة لذويبي. ذويبي عنده بطاقة صفراء، اذا ما يلحق على عمره ممكن يلقى نفسه في المدرجات. كرة في الجانب الايسر طالت لكن وصلت للمدخلي. خمس دقائق وقت بدل ضايع، هذه هي خمس دقائق، يرفع الحكم الرابع. نظير طبعا التوقف اللي تابعناه في الوقت الماضي على طبعا بسبب الراية. تمريرة في رمية جانبية للعدالة، لقطات جانبية هنا يحاول مخرج المباراة يعني يقدمها في خلال توقف سير المباراة. كرة مقطوعة وصلت، شرحيلي اللي يصنع، اللي يمرر، اللي يهيئ، اللي يهدي هدايا ما هي بطبيعية، لكن هجوم الفيصلي ما قاعد يستغلها، ما قاعد يقبل الهدايا. عموما رمية جانبية، رمية جانبية لعبت داخل صندوق 18، رجعت على الجانب الايسر. كسار عمر كسار يهيئ له واحدة في اتجاه الامام، ارسالية هذه خطرة للفيصلي، فيها متابعة دفاعية من البحراني الى الاوت، رمية جانبية. هذا هو المدير الفني للعدالة، والله ترفع القبعة احتراما لك على ما تقدمه مع الفريق في هذا الموسم، رغم ان الفريق في اول موسم له في دوري الدرجة الاولى، الدوري الاصعب، الدوري اللي صعب 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 انك تتوقع فيه مباراة عن مباراة، لكن الكابتن زهير ينجح في قيادة العدالة الى الان. يعني نعم الفريق موجود في المركز العاشر، لكن بكل امانة فريق قاعد يقدم مستويات، يعني من خلال ما مضى من الدقائق اللي راحت من احداث الشوط الاول، والله في اداء، في وصول، ما في تسجيل للاهداف لكن في اداء حلو. ما ينقص العداله هو التسجيل، هذا ما تحدث عنه الكابتن زهير قبل المباراه على فكره، قال احنا عانينا كثير من مسلسل ضياع الهجمات، قال احنا نمتلك الحقيقه اغلب المباريات اللي مضت واللي لعبناها نمتلك زمام الامور تماما، ولكن النهاية من موجودة. إذا يا كابتن زهير عليك أن تعمل كثير على هذه النقطة. هو ذكر وتحدث قال الحقيقة عملية انتدابات اللاعبين غير موجودة بسبب عدم طبعا الدعم المادي اللي يعاني منها العدالة. هذه كرة عرضية بالرأس لكنها مرت. شوف ردة الفعل مع الكابتن زهير، قال لا افتقد كثير للدعم المادي، قال يعني الإدارة كثر خيرها قاعدة تحاول، لكن يد واحدة ما تصفر، تحتاج الدعم من الجميع، تحتاج الوقفة الصادقة. والرجل الحقيقة الكابتن زهير له الحقيقة بصمات واضحة في أندية قادها من بعيد وصنع معها إنجازات في دوري الدرجة الأولى. تحدثنا كرة في الجانب الايسر، الدوسري ارسالية مقطوعة تتخلص، لعبت امامية وعلى اليمين من جديد البحراني. العدالة اجمل، العدالة افضل، العدالة بكل المقاييس احسن، لكن في نهاية المباراة ما راح نقيس الامور الا بالنتيجة، الا بمن يسجل. كرة أمامية مبدأ تحت الفرصة، حلو رائع، كسار عمر في سهلة. حلوة كانت عملية مبدأ تحت الفرصة من الكابتن أو الحكم براء الصالح.
يا كان هجمة لكن لم تنتهي النهاية المنتظرة. لازلنا نلعب مع الوقت بدل الضايع. وصل ذويبي تمريرة أمامية أقرب للخطوط الخلفية. عبد الله رجعت لياسر. ياسر أمامية عقيل بالغيظ قراءة وقطع الكرة ولكن تمريرة خاطئة. رجعت على الناحية اليسرى الدوسري في تمريرة إلى المقهوي حسين على ضغط كرة مقطوعة ولكن في هذه اللحظات متابعينا مشاهدينا في كل مكان تحضر صافرة حكم المباراة الأستاذ صالح العقيل اللي تنهي أحداث الشوط الأول في مواجهة العدالة والفيصلي في أحداث أو في آخر مباريات الجولة 13 من دوري الدرجة الأولى السعودي. شوط أول انتهى سلبي. شوط أول بكل أمانة العدالة أفضل، العدالة وصل في أكثر من مرة لكنه لم ينجح في إنهاء الهجمات اللي حضرت، واحدة في العرضة واحدة في القائم واحدة مرت بجوار القائم وكل هاللقطات لم يكتب لها النجاح. عموما استراحة قصيرة لنعود بحول الله مع بداية الشوط الثاني. شكرا لكم إلى الملتقى. الجولة أفضل برنامج رياضي سعودي في موسم 2008-2009 في استفتاءات الصحافة الرياضية المحلية، المصدر الإخباري الأول لكرة القدم السعودية. يا أخي إذا في انضباط اللعيبة يشعرون بالعدل. من الأفضل يكون كل قناة لها طابعها ولها أسلوبها ولها برامجها المعينة. أبرز الإعلاميين لهذا الموسم من برنامج الجولة أنه يتمنى ما يمكن أن نطلق عليه العدوى. يحاورون أهم المحللين. فريق يمتلك خامات ممتازة جدا. تصور الفريقين البطل والوصيف ما فازوا على صاحب المركز الثالث اللي هو الشباب. والنجوم هذه أيضا تعطيني دافع ارتياح بالنسبة لي أنا. أسرار الأندية وخفايا المباريات، المنبر الذي تجد فيه الجميع على اختلاف ميولهم. أنا استخرت الله وقررت اللعب بالنادي الهلال. تمتعوا شوفوا الكورة وشجعوا الشباب، حتشوفون الشباب دائما يفرح عيالكم. الجولة يوميا في هذه الأوقات على قناة ART Sport 7. التوبة مسلسل أطمع أنتوا تتابعوا وتستمتعوا بالدراما اللي موجودة فيه. ربنا حيسترها معانا ويسهلها لنا مدام إحنا ما بنأذيش حد. في هذا العمل الاجتماعي الإنساني شديد الدقة في تعامله مع الحياة اليومية داخل الأسرة المصرية العربية. الناس دول زعايدة لما بيقولوا على حاجة بيصمموا عليها حتى لو غلط. في هذه النقلة من مستوى طبقي بسيط. مين بس اللي قال ان الفلوس دي مش بتاعتي؟ هذا الطريق بيبقى فيه محكات صعبة وأسية. هي اللي هنا عندنا هتصنع الدراما داخل هذا المسلسل. انا هتكلم وان شاء الله يعجبكم. محمود ياسين. التوبة في عرض أول يوميا في هذه الأوقات على قناة ART حكايات. أين هذا من العلم الذي يطلب في قرطبة؟ لو تفضل سيدي الوزير فوجد لي عملا في خطة الكتابة بالزهراء. أضم إليك الشرطة العليا فضلا عن الوسطى. هذا وهذا رجل في مثل مواهبه لا يفيد السلطان منها إلا بقدر ما يخشى. ربيع قرطبة يوميا على قناة ART حكايات كمان.
مهاجمات الفريق الاتفاقي. لأنه هيئ نفسه ومباشرة على الزاوية البعيدة عن الخوج لي جول، والهدف الأول للفريق الاتفاقي. أوه لعبة حلوة من جانب صالح بشير، هيئ نفسه، نظراته كانت تتجه إلى الشمال ومرة أخرى على الناحية اليسرى وهناك على أقصى اليمين. حسين كرة خطرة هذه جول، يا عالي يا أسمر يا عالي يا عالي يا الأسمر، آه يا الأسمر يا الزين، آه يا الأسمر يا الزين، حبك أسر كل هالجماهير يا بشير، حبك أسر كل هالجماهير يا بشير، عملها الأسمراني وعلى نفس الطريقة من نفس الكأس يشرب ما منها نوا نوا في القاضي. يا عين يا عين يا عين يا عين، صل عليه يا عين صل عليه، حلوة 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 بشير، يا حلوك يا بشير. في الناحية اليمنى لحسين نجع المتألق تماما، بس الكرة أمامية إلى صالح بشير، بيحاول ما تزال هجمة صالح لسعد العبود، سعد عالية يا سلام، هدف أول جميل، كرة على الطائر، البرنس تاغو يسجل في مرمى النادي الأهلي الهدف الأول في الدقيقة الخامسة، كرة جميلة ودبل كيك ولا أروع ولا أحلى يسجلها. صفقولا يا شباب في الذهاب وفي الإياب، صفقولا يا شباب في الذهاب وفي الإياب، في ميادين البطولة دايم الاتخطر، في ميادين البطولة دايم الاتخطر.
من ان اي واحدة ممكن تحتمل. الا انت يا اشرقت. المشكلة في سعبده واصيلة، هو ده العرق اللي لازم نقطعه. نقطع ايه بس ونسيح ايه يا مراد اخويا؟ احنا ليه عايزين نخلص من الخدامي؟ بديله ممكن يبقى اسوأ. مفيش اسوأ من كده. زيارة سمو البرنس لأي مكان في العالم يشرف. انا كل ليلة بغير على بيت انا فيه ويطردوني الصبح. انسى السهرات دي، انتظار مخمومين فيا. احمد الخزندار تعرفي؟ انت في دماغك حاجة تانية خالص. ايوه فيها وداد، ولو اتحققت ليك حلاوة كبيرة. رائعة الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن، بوابة الحلواني، الجزء الثالث في عرض أول يوميا في هذه الأوقات على قناة ART حكاية زمان. حصريا على قناة ART حكايات. الوديعة والذئاب. الوديعة والذئاب تجربة أنا حبيتها من البداية للنهاية. الموضوع بسيط، مش محتاج القلق لكل. أنا عايز أقدم شخصية طيب برضو، لكن بشكل مختلف تماما عن طرح شخصية الطيب ككائن ضعيف. مات الذئب الأشرس كان باسم سمرة عشان ما تخلقش اللي يعمل مع سامي الخضر كده. يعني ما يولع بجاز. ده بيتعرض لظلم وده بيتعرض لظلم في حياته. كفكرة، فكرة الوديعة انه كل شيء في حياتنا احنا امانة. هخرج لدنيا فيها الاخ بيلف حبل المشنقة حوالين رقبة اخوه عشان الفلوس. على ART حكايات هنكون في الوديعة والذئاب، فتابعونا. اياد نصار او نور. الوديعة والذئاب حصريا يوميا في هذه الاوقات على قناة ART حكايات. عودة بعد فراق طويل. من حق اشعر ان انا مرغوب فيا، مش مفروض على البنت فرد. ارجوك يا فايق خلينا اصدقاء. تستوقفها حقيقة، وهو في حياة فوزية شخص تاني. تفجر صراعا. دي مش مراتك بس ام اولادي. لأجل الحب. انا بحبك ولازم نرجع لبعض. انا لا يمكن يبقى في علاقة بيني وبين الست دي اطلاقا. ام لأجل الانتقام. يعني انت بتشك في وجود علاقة حب بين فوزية والاستاذ المدرس؟ ام لسبب اخر. مش عارفة الضربة الجاية هتجيني منين. غدا تتفتح الزهور في عرض أول يوميا في هذه الأوقات على قناة ART حكايات زمان. مسلسل أطمع أن أنتوا تتابعوا وتستمتعوا بالدراما اللي موجودة فيه. ربنا هيسترها معانا ويسهلها لنا مادام إحنا ما بنأذيش حد في هذا العمل الاجتماعي الإنساني. بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله مساكم بكل خير مرة أخرى مشاهدينا الكرام. نجدد التحية لكم مع بداية أحداث الشوط الثاني في المواجهة التي تجمع بين فريقي العدالة. صاحب الأرض والدار هنا في الأحساء يستضيف الليلة الفيصلي، طبعا المتصدر لدوري الدرجة الأولى. شوط أول تابعناه سويا، انتهى بالتعادل السلبي 0-0. قدم العدالة شوط أول يحترم كثيرا بكل أمانة، شوط أكثر من رائع، لكن لم يكتب النجاح نفسه في أكثر من كرة كان ممكن أن يضيف فيها طبعا أهداف.
عموما الامور انطلقت بصافره لحكم المباراه اللي نعتذر منه كثير على اعتبار ان الحكم هو الاستاذ صالح الصقور وليس الاستاذ صالح العقيل. اذا تعديل حكم المباراه هو الاستاذ صالح الصقور. هذه كره عرضيه اماميه. اذا ايضا من ناحيه تشكيله الفريقين نبدأ بالفيصلي، يظهر لي ما فيها أي تبديل. شايف عويضة العامري، هذه كرة أمامية للمقهوي، ممكن يجرب الباشا يسري يرسل له واحدة أمامية للمقهوي خطرة لكن تتخلص. إذا الفيصلي عويضة العامري، أحمد الدلح، عقيل بالغيث، عبد الله دوش، إبراهيم المدخلي، عمر عبد العزيز، وصل ذويبي، ناصر شراحيلي، عمر كسار بالاضافه لعبد العزيز فلاته وصابر حسين، المدير الفني هو السيد الهادي الوالي. هذا من جانب الفيصلي. العداله هو الاخر، لا تبديل في صفوفه تشكيلته. حيدر العباد، امين البحراني، حسن الصندل، عبد الله خالد الدوسري، محمد المساعل، ياسر الخميس، محمد الدوسري، علي العباد، وحسين المقهوي، يسري الباشا. هذه الكرة الماضية اللي كان فيها سقوط خطأ عموما للفيصلي. وصل الذويبي يسدد له واحدة لكنها راحت، يبدو لي بصافرة من حكم مباراة صالح الصقور. مرة أخرى نعتذر له. إلى ركلة زاوية، الصقور طبعا يساعد المساعد الاول عبد الوهاب الزهراني، المساعد الثاني عبد الله عسيري، ياتي حكم الرابع الاستاذ شكري الحنفوش، مقيم الحكام الدولي السابق الاستاذ محمد المرزوقي، يا راسيه دوش عبد الله دوش في ارتقاء عالي لكنها راحت على العارضه ركله مرمى. كسار، شوف الاعاده، كسار في ركله زاويه عرضيه والدوش براسه لكنها برت الى خارج ارض ملعب ركله مرمى. أسوأ نتائج المجنونة دائما وأبدا أكرر، هي الصفر صفر، هي السلبية. والله الجمهور يا عدالة يستاهل أن يفرح بيني وبينكم. جمهور بكل أمانة الحقيقة أحييه على وفاءه، على حضوره، على مؤازرته طوال الشوط الأول لفريقه. قايل لك رغم من العدالة، هذا هو الجمهور. هذا جانب من الجمهور، هنالك الكثير حقيقة في الدرجة الأولى. هذه خطرة عباد، يا عباد والله كل اللي ينقص في العدالة، كل اللي ينقصك يا عدالة اللي ينهي الهجمة، اللي يسجل باختصار شديد، اللي يعرف طريق الشباك، فقط هذا ما يفتقده العدالة. ولا الأمور عنده طيبة شرحي لي. ناصر إرسالية، مدخلي في عرضية، مرت وراحت على الجانب الأيمن، الكسار يحصلها بالكعب، دلح، أحمد في عرضية عالية بالراس تتخلص والله فلسفة كرة القدم ما تسجل شباكك في أي لحظة تهتز. والله يا هلطة، ما اكتملت التسديدة وراحت إلى خارج أرض الملعب. يبدو لي ركلة زاوية، ركلة زاوية إذن للفيصلي. سامعين هذا صوت المدرج للعدالة هنا في مدينة الأمير عبد الله بن جلوي بالأحساء. إذا ركلة زاوية، وصل الذويبي يرسل له واحدة عرضية بالراس، مرت أيضا لكن الدوش عبد الله يتابعها، عبد الله حاول، وصلت لشرحيلي، ناصر واحدة وانتو رائعة، شرحيلي في عرضية أمامية بالراس، مبدأ الأمان، ويا عيني عليك يا مبدأ الأمان، رمية جانبية. الفيصلي مع الشوط الثاني ومع بدايته شايفة وضع أزين، وضع أفضل، شايفة بدأ يمارس الضغط. هذه كرة عرضية لكنها طالت وعبرت إلى ركلة مرمى. قلنا الفيصلي لم يتجرع مرارة الخسارة إطلاقا، هو متصدر لدوري الدرجة الأولى إلى الآن، أموره أوكي الفيصلي، أموره أوكي. هذا جانب طبعا من احتياطي العدالة اللي يحضر فيه
علي الثنيان، حسن المشعل، محمد الخميس، علي الباشا، حسن الحافظ، عبد الله عبد القادر، وخالد صيمي في احتياطي فريق الفيصلي، موجود ربيع الموسى، ناصر حلوي، علي الكديسي، محمد القرني، هاني العويض، سعد الجمعان، ماجد العبد الواحد. تمريرة بينية مقطوعة في اتجاه شراحيلي، مدربين إلى الآن ما في أي تبديل، كسار فارق السرعة يفرق في اللقطة الماضية عرضية، عبد الله يخلص، تبعد أيضا، تصل لدوسري، العدالة يعاني الآن من ضغط الفيصلي، فيصلي اللي مع طبعا الفترة الثانية في الفترة الشتوية استقطب أسماء هي غير موجودة الليلة لكن ممكن تشوفها في الجولات القادمة. والله شغال رئيس الفيصلي الأستاذ فهد المدلج، مو مقصر الرجل أبدا، مو مقصر، قاعد يعمل لاستعادة الفيصلي ناحية طبعا دوري الأضواء. والله أيضا في العدالة ما ودي الحقيقة أقلل من قيمة عمل الرئيس الأستاذ حسين البلادي، يكفي إن البلادي خلى العدالة في هالوضعية، وضعية تحترم بكل أمانة، رغم الظروف المادية اللي قاعد يعاني منها الفريق، إلا إن الفريق الروح 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 فارقة معاه كثير. يسري باشا تتخلص، عمر عبد العزيز وصلت للكسار، عمر الكسار في تمريرة أمامية للفلاتة، بعيدة 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 إلى خارج أرض ملعب ركلة مرمى. نحتاج أعتقد إلى أوراق جديدة، دماء جديدة، هذه هي الدماء الجديدة، هذه هي الأسماء اللي منتظرة، تبديلات، نحتاج من يغير وقع وسير اللقاء. نتمنى الشوط الثاني يكون شوط بكل أمانة مختلف عن ذلك الشوط. الشوط الأول نعم فيه لقطات، فيه كرات خطرة، لكن ما فيه أهداف، ومتعة كرة القدم، متعة كرة القدم والمجنونة دائما الأهداف. كرة أيضا إلى اللاوت، رمي جانبية لعبت، ترجع كسار، عمر الكسار في انطلاقة يحاول يمر على الضغط، تتخلص، ترجع للمنتصف عمر عبد العزيز في اليمين للدلح، إرسالية أمامية مقطوعة المرتدة على العباد، على العباد على الناحية اليمنى لمقهوي حسين، حسين حسين يا ولد يا لعيب، يا ولد يا لعيب، العباد في عرضية، والله حرام ما تكتمل هاللقطة، حرام ما اكتملت هاللقطة، كانت تحتاج انها تكون نهايتها احلى يا باشا، احلى يا باشا. سلة دور يا يسري، والله العرضية برافو يا عباد في مكانها، لكن يسري الباشا تأخر شوي وراحت كرات الحقيقة العدالة خطر بكل أمانة، تشكل خطورة، لكنها إلى الآن ما انتهت النهاية اللي قاعد ينتظرها المدرج. يسري يخطف لك كورة ويعدي وينطلق في الجانب الأيسر، حاول يعدي، ترجع، سقط يسري، انقطعت من عمر إلى لا، وتخلصت رمية جانبية للفيصلي، شرحيلي، إرسالية أمامية في اتجاه صابر حسين، تركها صابر من جديد، صابر على اليسار يحاول يعدي، راحت راحت إذن الكرة إلى خارج أرض الملعب، يبدو لي فيها ركلة زاوية، ركلة زاوية إذن للفيصلي، ملعوبة عرضية على القائم البعيد بالرأس، مش معقولة يا عقيل، يعني كل هالكرات إلى الآن ما هي راضية تستقر في الشباك، يعني شو الحل؟
شو الحل حتى ان الكرات تاخذ مسارها ناحيه الشباك؟ هذه عاده. تبقى على حالها 0-0 والعباد علي على العباد عبد الله دوش يحلق عليه. برافو 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 برافو. راحت الى خارج ارض الملعب ركله مرمى. اذا ركله مرمى لعبت اماميه طويله صابر حسين يرسل له واحده هذه خطره. والله والله يا كسار يا عيني على اللقطه يا صابر. صابر صنعها صابر مررها صابر عمل فيها كل شيء ممكن. يا الله يا كسار. اوه على اللقطه الماضيه اللي ايضا هي الاخرى ما رضت انها تكتمل ما رضت تكتمل. يسري تتخلص كورتها حائرة تماما هنا في ناحية اليمنى. والله شكل الجول بيني وبينكم قرب بكثير، اما على اليمين ولا على اليسار. انا شخصيا ما تفرق معايا على اليمين ولا على اليسار، اهم شيء تهتز الشباك. تمريرة بينية حلوة اجمل للكسار، شرحيلي نكالات للفيصلي اذويبي يسارية سهلة سهلة ايضا. اذا سهلة الى ركلة مرمى الهادي. الليلة فيها تعادل جديد يا الهادي ولا انتصار؟ انتصار ومواصلة الصدارة ولا العدالة؟ له رأي اخر في ايقاف مسلسل الانتصارات الفيصلاوية. فيصلي ما خسر الليلة، العدالة يسويها، العدالة يصنعها. والله ممكن، ليش لا؟ تقول لي العدالة في المركز العاشر اقول لك اوكي في المركز العاشر، لكنه قاعد يقدم مستوى. بحسين صابر عرضية خطرة، هذه خطرة. الله 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 الله. انا شخصيا ما ادري متى كان وده يخلص، ما ادري متى وده يخلص. اربع لمسات داخل منطقة الستة ياردة في مكان يفترض ان تخلص باللمسة. شوف 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 هذه الراية، هذه التسلل، هذه التسلل. عطنا اللي قبلها، عطنا الهجمة. شوف 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 يعني ممكن كان يسدد، كان ممكن يخلص. اوه 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 يتواصل مسلسل ضياع الهجمات. انا ارى انه والله واحد من الفريقين يندم على هالفرص، يندم على هالفرص. هذه واحدة جديدة كسار الى خارج ارض ملعب عبر ركلة مرمى. راحت طالت اذا واضحة ركلة مرمى. هل من انباء جديدة؟ هل ما باعت بكامل اسرارها؟ هل لدى الفريقين راي لسه ما ظهر يا المقهوي؟ حسين الباشا يسري مرر احد امامية الى العباد، علي العباد حس خطرة خطرة خطرة. اوه خروج ابدا من عويضة ما كان محسوب امره، لكن المدافع لحق عليها. رجعت شرحيلي ذويبي. الملعب تحس انه بدا يصبح الحقيقه مفتوح من الطرفين، تحس ان الهجمه هنا والهجمه هناك ممكن تشكل خطوره. جانب هنا من الاستعدادات للبدلة في العداله تحسبا لاستدعاء اي لاعب في اي لحظه. اذا رميه جانبيه ملعوبة تتهيأ إلى عمر عبد العزيز يرسل له واحدة للشرحيلة. والله يا حيدر، والله يا حيدر يا العباد.
نجح في إبقاء العدالة في جو المباراة، نجح في إبقاء العدالة في جو المباراة. لكن والله رسمة، والله رسمة 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 رسمة، ومسلسل عدم الإنهاء الجيد ما زال موجود، ما زال موجود. حتى أنت يا شرحيلي، حتى أنت يا شرحيلي اللي كنا نقول عليك لاعب تصنع الإضافة، لكنها عموما راحت، مبراضية مبراضية، ما طاوعت لا أبناء العدالة ولا أبناء الفيصلي. لمسة يد، لمسة يد وخطأ هنا للعدالة. إرسالية ساقطة داخل منطقة العمليات بالرأس من عبد الله دوش، وصلت للكسار. كسار عمر لعيب يا ولد، حريف يا ولد، حريف، فنان فنان فنان، يمررها، يعدي، خطأ خطأ خطأ، ما كان عندهم حل إلا إيقافه بهذا الأسلوب. زعل زعل عمر عبد العزيز على الخطأ. خطأ هذا للفيصلي، شوف 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 شوف، هذا باص عيون، باص أيام رونالدينيو. عرضية من الكسار اللقطة الماضية، عمر الكسار اللي برر، هذه كرة مقطوعة للعدالة. العباد في خطأ، في خطأ، خطأ واضح إذن للعدالة. قلنا الجولة 13 من دوري الدرجة الأولى بدأت البارحة، والليلة تختتم بلقاء العدالة والفيصلي. لا جديد رغم أن الجولة أقيمت فيها طبعا 6 مباريات، إلا أن الفيصلي هو ما زال المتصدر، مع أنه ما لعب إلى الآن إلا 11 مباراة، هذه مباراة رقم 12 ولسه ما انتهت، هي في أرض الملعب. سقوط لأحد لاعبي العدالة، واحدة في 18، هذه خطرة تتخلص تبعد. أمامية يسري الباشا بدأ يرجع للخلف. العباد علي، ما في في ما في أي لاعب في خط المقدمة للعدالة، حاول يهدي الأمور علي العباد. خطأ إذن، هذه الإعادة. كرة منقولة ساقطة في اتجاه الباشا، والله يا ولد، والله سرقها، والله سرقها، سرقها يسري الباشا لكنها ما اكتملت. شوف 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 الباشا من وين جاي، شوف الباشا من وين جاي، ومن أعلى نقطة، والله كان ممكن، كان ممكن يحطها في زاوية تصعب 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 على حارس المرمى. كرة الأمام تتخلص، رأسية من جديد، صابر حسين يهيئ كرة لكنها مقطوعة، رجعت إلى المدخلي. إرسالية شرحيلي، ثويبي كورتك 10/10 للفلاتة، عبد العزيز الفلاتة تباطل لكنها رجع للكسار. كسر كسرها، كسر كسرها، كسر كسرها، كسر الجرة أخيرا، مالها إلا العنف يا كسار. قوية قوية، ما تسأل عنها يا حيدر، ما تسأل عنها يا حيدر. لعبت كثير يا عدالة لكنك ما سجلت، لعبت كثير يا عدالة لكنك ما سجلت. خذ الفاتورة، ثمنها غالي، ثمنها غالي. هذا المتصدر، هذا المتصدر يواصل سلسلة. والله في زاوية صعبة، والله في زاوية مستحيلة يا كسار. لمحة غير عادية، قبل شوي لعب لوحدة بص عيون، هذه لا لا، هذه لا، هذه غير، هذه غير. إذن الفيصلي واحد، الفيصلي واحد، العدالة لا شيء، العدالة لا شيء، العدالة
رغم كل اللي سواه، رغم كل اللي قدمه، رغم كل الوصول اللي وصلها لمرمى الفيصلي، لكنه ما سجل ما سجل ما سجل. فلسفة كرة القدم الحديثة منطقها واضح، منطقها واضح، ما تسجل شباكك لن تدوم، لن تدوم وما تهتز. إذن الأمور راح تأخذنا في منحنى آخر، أظن في منحنى آخر في الدقائق اللي بقت من أحداث الشوط الثاني. عدالة ما راح يرضى، والفيصلي عنده طموح لزيادة أو لتأمين الوضع. وخذ وخذ كرة قدم، وخذ كرة قدم. ذويبي وصل، مقطوعة. عمر عبد العزيز، صابر حسين، على ضغط من اثنين، لكن وسط اثنين يمر، قطعت، رجعت علي العباد، مقطوعة من عمر عبد العزيز. ما شاء الله تبارك الله يا عمر، ما شاء الله يا عمر، عمر في كل مكان في منتصف ملعب الفيصلي. شوف شوف الفلاتة، شوف الفلاتة مررها، والتسديدة ولا أجمل ولا أحلى ولا أروع. في مكانها يا كسار، في مكانها. حيدر ما تسأل عنها يا حيدر، لأنها قوية، قوية بكل أمانة. قلنا الأمور ما باحت بكامل أسرارها، فعلا هي ما باحت بكامل أسرارها. السر، السر ان الجمهور يزعل، هذا هو السر اللي ما باحت فيه المباراه، ان الجمهور يزعل، مع انه والله ما يستاهل الزعل بكل امانه. كلمه حق لابد ان تقال حقيقه على اداء العداله. في بطاقه يبدو لي لشرحيلي، خطا العداله. امين بحراني عرضية ساقطة في الأمام، خروج من حارس المرمى، شرحيلي يكمل عليها طويلة في اتجاه صابر حسين، هذه مرتدة إلى الكسار، الكسار بكعبة لكن مقطوعة. هدف يحتاج إلى الحقيقة إلى 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 وقت طويل حتى يحضر، حتى يكون له ذكر في المواجهة، رغم والله كثرة الفرص اللي كانت موجودة، إلا أن الهدف لم يأتي بسهولة. سلامات، سلامات لمدافع الفيصلي أحمد دلح. فيصلي اللي صعد لدور الأضواء عام 1426، عام 1427، هو على خطى جديدة في الموسم القادم أن يكون في دور الأضواء. والله إذا حافظ على نفس الوتيرة يا عقيل، إذا حافظ على نفس الوتيرة أظن أنه أقرب. ما تستحق الخسارة إذا ما خسرت يا كابتن، ما تستحق الخسارة. يعني كلمة الحق تعطى هنا وتعطى هناك، هذا تبديل راح يكون قادم في صفوف الفيصلي. القرني محمد، محمد القرني راح يأخذ مكان مين؟ أنا أيضا لاعب من العدالة. سلامات للاعب الفيصلي. اذا 1-0 في لقاء العدالة والفيصلي، هذه هي الانباء الجديدة التي حضرت في الشوط الثاني، ولكن الامور ما انتهت، واعتقد انها عادة من زاوية أخرى للقطة السابقة. هذه كرة ملعوبة أمامية بعيدة إلى الأوت، رمية جانبية، رمية جانبية للفيصلي. بدأ الفيصلي يهدي أموره، دلح رجع إلى أجواء المباراة. سلامات، سلامات يا أبو حميد. شرحيلي، ناصر في اليمين، وانتو مع الكسار، راحت الى لاوت، رمية جانبية. العدالة مباراة القادمة راح تكون امام ابها،
هنا على أرضية هذا الملعب إن شاء الله يوم الجمعة 22 يناير، بينما الفيصلي مباراة أمام حطين في المجمعة يوم الجمعة أيضا 22 يناير. قلنا الفيصلي عنده مباراة مؤجلة أمام ضمك، يعني متصدر وعنده ثلاث نقاط إلى الآن قد تكون إضافة. والله الفيصلي أموره أوكي، أموره أوكي. سلامات، سلامات أيضا للاعب الفيصلي. والله ذويبي ما ظنيت، ما ظنيت واصل ذويبي، عموما هو اللي راح يغادر، يعاني من شد عضلي، لكن اللقطة كانت واضحة أظن. إذا تبديل عموما القرني، شوف 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 شوف، سجل 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 عندك يا مسجل. كرة في اليمين، خطأ خطأ للعدالة. والله تنوعت الليلة اللقطات الجانبية، تنوعت اللقطات الجانبية، مباراة غنية 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 بأحداث كثيرة. هذه متعة دائما وابدا دوري الدرجة الأولى السعودي، أظن أنه في كثير من الأحيان أفضل من دوريات يعني تضع عليها علامة استفهام كثير. دوري الدرجة الأولى السعودي دوري مثير. هذه عرضية ملعوبة بروس، يا الباشا يا الباشا يا الباشا، هذه كراتك يا يسري، هذا ارتكاءاتك يا يسري، لكن راحت مرت مرت. شوف 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 الإعادة، والله من أعلى نقطة، لكنها ما لبست في رأس يسري الباشا بالشكل اللي هو وده فيه، راحت عموما إلى ركلة مرمى. تبديل إذن للعدالة أيضا، علي العباد راح يغادر، بديله خالد القصيمي. تبديل هنا وتبديل هناك، تبديل هنا وتبديل هناك، ولا زالت هنالك أوراق لدى المدربين. ورمية جانبية لعبت مدخلي، كرة طويلة ساقطة خلف المدافعين، صندل براسة في اتجاه الدوسري، إلى الأوت راحت رمية جانبية. رمية جانبية إذن لفائدة، شوف هذه العرضية من زاوية أخرى ما تمكن منها يسري بالشكل اللي كان في اليمين للبحراني، إرسالية انقطعت، رجعت تمريرة لكنها في اتجاه صابر حسين، صابر يعديها بشكل حلو، صابر يدور على الزميل، يلعب له وحده يعني عليك. والله يا البحراني، والله بغت، والله كان ودها، لكن والله حظك والأحلى منه. أوه يا صابر رسمتها رسمة يا صابر، والبحراني بغى يسوي اللي ما سواه المهاجمين. شوف شوف خروج، شوف اللقطة هذه، هذه لقطة هنا واضحة. عموما ركلة الزاوية، عرضية بالراس تتخلص، تصل في الناحية اليسرى، العرضية ما زالت في اتجاه الفلاتة، الفلاتة عليه ضغط وتغطية، وصلت تغطية من دفاعات العدالة. الأمور ما انتهت ولسه فيها تقريبا ما حوالي الربع ساعة، تقريبا ربع ساعة بقى في عمر المباراة. هذه عرضية لكن خلف المدافعين أقرب لحارس المرمى، أظن 1-0 لن تكون هي النتيجة النهائية لهذه المواجهة. أعتقد أن فيها 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 ما هو قادم مع اللحظات المنتظرة في أحداث هذه المباراة، لكن وين مسارها الله أعلم، الله أعلم، الله أعلم. كرة ملعوبة أمامية راحت إلى الأوت، رمية جانبية،
الرمية الجانبية إذا اللي فائدة الفيصل، اللعبة وصلت خلفية، إرسالية من الصندل، القرني عدت من أمامه لكنها رجعت لعمر عبد العزيز اللي أخذ إشارة الكابتنية من وصل الذويبي مع خروجه. رمية جانبية إذن للفيصل، اللعبة مقطوعة مرتدة للعدالة، المقهوي يرسم له واحدة أمامية، الباشا أمامية خطرة، خطرة المقهوي، المقهوي يحاول يعدي داخل 18 العرضية، ما مرت من أمام عقيل، ما اكتملت من أمام عقيل، لكن رجعت العدالة يبحث عن العودة، العدالة يبحث عن العودة، والفيصلي وده ينهي الأمور بثلاث نقاط، أظنها ثمينة، أظنها ثمينة قبل نهاية الدور الأول، كسار. عرضية جميلة لصابر، أوه صابر ما تمكن منها، متابعة إلى خارج الملعب، ركلة مرمى، ركلة مرمى إذن للعدالة. على فكرة الرئيسين للفريقين موجودين في متابعة أول بأول لسير المباراة، طبعا رئيس العدالة الأستاذ حسين البلادي وضيفه رئيس الفيصلي الأستاذ فهد المدلج موجودين، وكانوا قبل المباراة في حديث أخوي جانبي ودي. كرة أمامية دوش مقطوعة، تهيأ القرني يحاول يعدي، ما مرت لكن وصلت في اتجاه احمد دلح، يرسمها الى المنتصف عمر عبد العزيز، عمر ارساليه للناحيه اليسرى، مدخلي ملعوبه، شرحيلي، شرحيلي عدى بشكل حلو، فنان فنان، العرضيه منتظره، شرحيلي مر، العرضيه اللي كنا منتظرينها لم تاتي، لم تحضر، راحت الى خارج ارض ملعب، ركله مرمى، ركلة مرمى إذن للعدالة، 1-0 لازالت الأمور للفيصلي، هدف بمضاء كسار، عمر كرة أمامية المقهوية، لعيب ما مرت من أمام عقيل، عقيل تحدثت عليه كثير في لقاءات سابقة، اسم صغير في سنه لكن كبير في عطاءاته، حيدر في وقته، خروج جدا مناسب وإبعاد لكرة إلى الأوت، رمية جانبية، حيدر كنت أتكلم في الهدف إن لا يسأل إطلاقا عن ذلك الهدف، لأنه بصراحة كسار أصابه في مقتل، أصابه في مقتل، الكرة ما هي ضعيفة وأيضا في زاوية تصعب على أي حارس، أعتقد خطأ، خطأ للفيصلي، خطأ هنا لعمر الكسار، كان في طبعا بعض الغيابات اللي تواجدت في الفريقين، عموما خطأ، كرة ملعوبة عرضية بالراس، مرت صابر حسين، يا الله يا الله، عويضة يمكن ما اختبر كثير في الشوط الثاني مثل الشوط الأول، والله في الشوط الأول العدالة اشتغل عليها كثير، اشتغل عليها كثير في كرات حضرت في العارضة وكرات حضرت في القائم، كرة لشرحيلي، شرحيلي كرة مقطوعة ترجع من جديد، المرتدة، المرتدة تحتاج للسرعة، ما اكتملت، ما اكتملت السرعة، افتقدت اللعبة أمامية، صابر حسين، صابر صابر صابر، مرت الكرة، أوه ما طاوعته في الأخير، ما طاوعته، عقيل براسة رجعت في الناحية اليسرى، لا 1-0 اعتقد ان فيها شيء لسه ما ظهر، اظن ان فيها شيء لسه، يسري غير الملعب باحترافية الى ياسر، ياسر في عرضية امامية بالراس، هذه خطرة، الله يا يسري، الله يا يسري، مو بنت اللي تضيعها يا يسري في هذا المكان، لا 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 لا، خل غيرك، خل غيرك، خل غيرك، خل غيرك اللي يضيعها، انت الخبرة يا عم، انت الخبرة يا عم، والخبرة ودورها في هالمكان في هاللحظات،
تخليص في بطاقة صفراء. أوه على اللقطة، أوه على كرة. صراحة صراحة كرة 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 يعني هدية والله يا اسم، هدية والله يا اسم. عموما فعلا كلامك وحديثك يا زهير قبل المباراة، وانك تحدثت وقلت كل اللي ينقصك هداف، والله فعلا ما عندك هداف مع احترامي الكبير لمهاجمينك، لكن اللي شفناه الليلة والله ما عندك هداف. والله يا كابتن زهير شوف لك حل، كرة ملعوبة أمامية راحت إلى خارج أرض ملعب ركلة مرمى، يعني الفريق قاعد يوصل قاعد يقدم، مو مقصر أبدا مو مقصر. كل اللي ينقص فقط من يصنع الابتسامة، صناعة الابتسامة أمر مو بسهل ترى على فكرة. نعم صناعة الابتسامة أمر مو بسهل إطلاقا. بحراني ياسر تمرير أمامية إلى المقهوي، المقهوي حسين، حسين يبحث عن حلول في اليمين، البحراني البحراني رمية جانبية، ما رمى المنديل قايل لك، ما رمى المنديل قايل لك، كان وده بالانتصار الآن على أقل الأحوال وده بالتعادل. ركلة الزاوية كورنر يضغط العدالة وتبديل للفيصلي، سبعة من الفيصلي ربيع الموسى، ربيع الموسى راح يكون مكان الكسار صاحب الهدف الوحيد في اللقاء. هل يبقى يا كسار هدفك وحيد ولا 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 في كلام لسه ما ظهر فيما تبقى من اعتقد الخمس دقائق الأخيرة؟ تابع هذه هي اللي كان فيها بطاقة، هذه ركلة الزاوية بالرأس مرت وصلت، لا زالت يسري في تمريرها تخلص من دفاعات الفيصل، تتجدد أول بأول، رجعت تمريرها قصيرة، خطأ 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 للفيصلي. الآن نتابع الإعادة اللي ممكن نتابع إعادة البطاقة، صقور حكم المباراة أدرت مباراة الحقيقة بامتياز يا كابتن صالح. هذه خطأ إعادة للخطأ اللي كان على أثره وقع هنا عمر عبد العزيز. سلامات عمر، يعاني يعاني عمر سليم إن شاء الله، سليمة عمر ما زال. لكن شخصيا اعتقد ان الشوط الثاني اوفى بكثير من وعوده، نعم اوفى بكثير من وعوده، على اعتبارنا احضرت الهدف، كان هدف وحيد فقط. لكن اه يا يوسف شوف ردة الفعل، شوف ردة الفعل، شوف خذ 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 ردة الفعل من المدرب، وينها ردة الفعل؟ شوف شوف شوف، كسر يده، كسر يده كابتن سهير. ابو ياسمين، ابو ياسمين كسر يده، سلامتك سلامتك يا كابتن سهير. خرج عن النص يعني بصراحة فعلا معاه حق. ياسر الخميس في تنفيذ الكرة ثابتة، ياسر يرسمها عالية على قامة البعيد بالراس، راحت مرت عدت إلى خارج أرض الملعب. ما هو بيومكم يا يوسف، ما هو بيومكم أبدا، ما كان يومكم. شوف شوف الإعادة، حتى هذه ما رضت، حتى هذه عاندت. عموما خلينا أيضا نكون واقعيين، ترى عناد المجنونة صعب، هي لما نتعاند جدا ما لها حل، جدا ما لها حل، تكون أحكامها قاسية. صابر حسين الشد العضلي، الشد العضلي حرم الفيصلي من نهاية المباراة تماما. صدقني لو لم يتعرض
صابر كان ممكن والله فيها كلام آخر. القدر القدر يا صابر القدر، إصابة يمكن العدالة يحمد رب عليها. سلامات والله يا صابر. أوه شوف 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 خلاص خلاص نظرته على المهاجم اللي في الزاوية الثانية ما كان على فكرة أناني ولا طمع، شوف عينه وين وده يعرضها لكنه ما تمكن لكنه ما لحق ما لحق. سلامات يا صابر. صابر حسين عنده 5 أهداف على فكرة. تبديل الفيصلي راح يكون ماجد عبد الواحد في أول ظهور. الصفقة اللي استقطبت من نادي الاتفاق أظن أنها والله صفقة مفيدة ومربحة مع الحريري. الاثنين راح يعطوا الإضافة للفيصلي، إضافة ما فيها كلام. تابعنا الكابتن ماجد عبد الواحد في أكثر من مباراة مع الاتفاق بالإضافة لزميرة الحريري. أيضا هاني العويض الحارس الاحتياطي اليوم حارس نادي القادسية، هذه كلها إضافات قدمها رئيس الفيصلي الأستاذ فهد المدلج. قلت لك المدلج قاعد يشتغل، عنده نية ورغبة للعودة لدور الأضواء. اللي يذوق حلاوة دور الأضواء ما وده يرحل منه. فلاتة بطاقة، خلص الوقت الأصلي، خلاص الوقت الأصلي رحل 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 رحل. شو اللي بقى منك يا الضايع؟ بحراني إرسالية ساقطة الباشا عدها ما مرت، رجعت ياسر يمرر له واحدة ودو ما فيها شيء. هذه خطرة، هذه خطرة العرضية. يا الله يا الله، خلاص هي 4 دقائق وقت بدل ضايع. لكن والله مع كل اللقطات اللي عدت يا عدالة أظنها مو بيومكم، أظنها ما هي مكتوبة لكم الليلة أبدا، ما هي مكتوبة بحكم ما ضاع من تلك اللقطات الغريبة. آخرها اللقطة الأخيرة، اللقطة الأخيرة اللي كان ممكن كان العدالة يعدل، لكن العدالة ما كانت عدالة السماء الليلة معها أبدا. يعني راحت 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 لقطة جديدة. سلامات عموما للفيصلي. شوف هذه هي الكرة الأخيرة. سلامات سلامات لعقيل. احنا عموما دخلنا في الوقت بدل الضايع، 4 دقائق قدرت. الله على اللقطة، الله على اللقطة. شوف شوف وين شوف وين شوف وين شوف وين هالطفل عشق العدالة. قايل لك والله جمهور العدالة، جمهور العدالة ما قصر، والله ما قصر. بيض الله وجيههم فعلا على على هالمساندة، على هالحضور، على هالطلة للفريق. وأظن أن الفريق أيضا ما قصر والله. نعم خسر، نعم خسر، نعم ضيع فرص، لكن الفريق يحترم كثير. قلة الحيلة، قلة الحيلة. المادة لها دور يا جماعة، المادة لها دور، المادة لها دور. عموما كرة ملعوبة أمامية بالرأس، فيصل يقرب من النقطة 28، قرب من أن يغرد خارج السرب وحيدا. والله الفيصلي يضرب ويضرب بقوة، يضرب ويضرب بقوة. ما ذاق الخسارة، ما ذاق الخسارة، وفي طريقه ماشي، وفي طريقه ماشي. ما حد يعيق أبد أبدا، ما حد يعيق إلى الآن. كرة في اليمين، بحراني بحراني. ما ظنيت يا عدالة الليلة الأفراح راح ترتسم على محياكم، لكن بكل أمانة راح نرفع القبعة احتراما لهذا الفريق. بطاقة صفراء لعوض على إضاعة الوقت. ماجد عبد الواحد يخرج كرة إلى الأوت، رمية جانبية. رمية جانبية ملعوبة أمامية. ياسر
طويلة خلاص ما فيها وقت، يسر الباشا بالراس تخلص من دوش قرني. رجعت في المنتصف للعدالة، آخر اللقطات ممكن تكون آخرها، هل فيها سيناريو جديد؟ هذه أمامية، ما تمكن منها البديل، الورقة الأخيرة ما تمكنت من اللقطة الماضية وراحت. واللعبة الطويلة، فلاتة خلص، صندل إلى المنتصف من جديد على الطرف الأيسر، اعتمادهم الآن على الكرات الطويلة أمر طبيعي، ما في وقت، اختصار للمسافات، أيضا اختصار للوقت وساعتها في يد الصقور، والوقت كله بيد الصقور. صالح رمية جانبية ملعوبة، صندل معها الصقور، حكم المباراة أطلق صافرة نهاية هذه المواجهة بين العدالة والفيصلي بفوز الفيصلي بهدف وحيد سجل في الشوط الثاني عن طريق مهاجم عمر الكسار. ألف 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 مبروك للفيصلي، ثلاث نقاط جديدة، هذا هو الهدف الرائع من الكسار. أوه يا هو جول، والله في زاوية مو طبيعية. إذا ثلاث نقاط تضاف لك يا المتصدر وتصل بك إلى النقطة 28، ولحالك غرد يا فيصلي. هارد لك للعدالة، برافو، ما قصرتوا على كل الإمكانيات اللي عندكم، لعبتم، شكرا لجمهوركم، جمهور الوفاء. عموما مشاهدينا متابعينا الكرام، في الختام نتمنى نكون قد أرضينا طموحكم في هذا المساء في تقديم ما يحوز على أرضاكم، على أمل أن نلتقيكم إن شاء الله في لقاءات قادمة. تقبلوا تحيات محدثكم محمد المسرحي، شكرا لكم، دمتم في رعاية الله. وصل صوتك صح لتصويت لأحسن لاعب، أرسل اسم نجمك المفضل إلى الرقم 755557 وخلي نجمك دائما رابح. دوري زين السعودي قدم لكم برعاية بيبسي، الربيع صحة للجميع، مياه هنا ضرورة يومية. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. الحور العين يوميا في هذه الأوقات على قناة ART حكايات كمان. عودة بعد فراق طويل. من حقي أشعر أن أنا مرغوب فيا، مش مفروض على كده فرد. أرجوك يا فايق خلينا أصدقاء. تستوقفها حقيقة، وهو في حياة فوزية شخص تاني. تفجر صراعا. دي مش مراتك بس أم أولادي. لأجل الحب. أنا بحبك ولازم نرجع لبعض. أنا لا يمكن يبقى في علاقة بيني وبين الست دي إطلاقا. أم لأجل الانتقام. يعني أنت بتشك في وجود علاقة حب بين فوزية والأستاذ المدرب. أم لسبب آخر. مش عارفة الضربة الجاية حتجيني منين. غدا تتفتح الزهور في عرض أول يوميا في هذه الأوقات على قناة ART حكايات زمان. الجولة أفضل برنامج رياضي سعودي في موسم 2008-2009 في استفتاءات الصحافة الرياضية المحلية، المصدر الإخباري الأول لكرة القدم السعودية. يا أخي إذا في انضباط اللعيبة يشعرون بالعدل. في
بهذا العمل الاجتماعي الإنساني شديد الدقة في تعامله مع الحياة اليومية داخل الأسرة المصرية العربية. الناس دول زعيدة لما بيقولوا على حاجة بيصمموا عليها حتى لو غلط. في هذه النقلة من مستوى طبقي بسيط، مين بس اللي قال ان الفلوس دي مش بتاعتي؟ هذا الطريق بيبقى فيه محكات صعبة وقاسية، هي اللي هنا عندنا هتصنع الدراما داخل هذا المسلسل. انا هتكلم وان شاء الله يعجبكم. محمود ياسين، التوبة في عرض اول يوميا في هذه الأوقات على قناة ARD حكايات. الكلام ده أرق من إن أي واحدة ممكن تحتمل إلا أنت يا أشرقت. المشكلة في سعبده وأصيلة، هو ده العرق اللي لازم نقطعه. نقطع إيه بس ونسيح إيه يا مراد أخويا؟ إحنا ليه عايزين نخلص من الخدامي؟ بديله ممكن يبقى أسوأ. مفيش أسوأ من كده. زيارة سمو البرنس لأي مكان في العالم يشرف. أنا كل ليلة بغير على بيت أنا فيه ويطردوني الصبح. انسى السهرات دي، انتظار مخمومين فيا. أحمد الخزندار تعرفي؟ أنت في دماغك حاجة تانية خالص. أيوة في أوداد، ولو اتحققت ليكي حلاوة كبيرة. رائعة الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن، بوابة الحلواني، الجزء الثالث في عرض أول يوميا في هذه الأوقات على قناة ARD حكاية زمان. سنوات طويلة لم تقدم فيها كرة القدم السعودية لاعبا بمثل مهارة وذكاء اللاعب سامي الجابر، فالموهوب الذي ظهر لأول مرة في صفوف نادي الهلال في نهاية الثمانينات استطاع أن يشكل العلامة الفارقة في كرة القدم في بلاده خلال السنوات التالية. سام ستة أو الذيب وأسماء أخرى كثيرة كانت نموذجا للعلاقة بين المدرجات السعودية واللاعب الموهوب صاحب القميص التاسع في الصفوف الزرقاء محليا والخضراء دوليا. تقدم، هذه كرة اللاعب سامي الجابر يلعب جول. ما في شيء يحجبه تماما عن الإبداع من خلال وجود سامي الجابر. سامي الجابر كم راح يكسب وقت بدل ضايع؟ كرة محصلة سامي الجابر، حاول تقدم سامي بيمور وخطر سامي عبد الجول وبيشيل المقرب مرة ثانية عبد الجول. الله، جول! خلاص خلاص، كأس ولي العهد هلالية، كأس ولي العهد هلالية من خطأ قاتل أيضا في العبالي، غلطة الشاطر مليون. لعبها في اليمين لسامي، وسامي ماشي وسامي وفي المرمى وبيلعبها. دقيقة 10 من شوط المباراة الأول، وسامي الجابر صناعة وتجهيز من سامي الجابر اللي انطلق من ناحية اليمين وحط كرة أمام سيرجيو وعانق. تعرض سامي الجابر لحملات إعلامية منظمة من بعض وسائل الإعلام السعودية تداخلت فيها الميول تارة والحساسية الشخصية تارة أخرى، لكن الجابر استطاع أن يقاوم كل هذه الضغوط وأن يكون لاعبا فريدا لا يزال قادرا على العطاء في آخر سنوات حياته الرياضية، مستمدا من روح التحدي التي يمتلكها والتي تعتبر روحا منقطعة نظير. هذه كرة بينية خضوات ومثلثات سعودية تلعب مكان زيد، حط جول. يدي يدي جول يدي جول. الهوب، لمحوا لمحوا هنا على طول، ما فيهاش كلام ما فيهاش كلام، حط على يسار المرمى. قال له وين؟ قال له وين؟ قال له هنا. صعب عليك صعب عليك، يا سلام يا سامي. محليا كان لسامي الجابر دور واضح في هذا السيل الجارف من